أعلن الفنان محمد علي رزق وفاة الفنانة سحر كامل صاحبة أشهر إفيهات في السينما المصرية، ونشر عبر حسابه على الفيسبوك صورة الفنانة وعلق عليها: توفيت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني عشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه، وهي اللي ودتني مكاتب الكاستنج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني. وأضاف: السلام أمانة لأبويا وكل الحبايب اللي سبقونا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل اللي فرقونا. واشتهرت سحر كامل من خلال عدة شخصيات قدمتها في أفلام شهيرة مثل الليمبي والإفيه الشهير لها الله وأنا مالي يا ليمبي.